انطلقت في العاصمة أربيل فعاليات معرض بازار الورد للأعمال اليدوية، وأكد المنظمون أن في هذا المعرض يشارك عدد كبير من ذوي الأعمال اليدوية، إذ يقومون بعرض مواهبهم المختلفة من الرسم والحياكة وغيرها من الأعمال اليدوية. ويوفر هذا النوع من المعارض فرصة جيدة لبيع وعرض بضاعتهم والترويج لها، إضافة للكسب المالي لها. بازار أوروك، أقمنا بازارنا اليوم مجدي مول. الهدف من البازار هو تشجيع الأيادي العاملة وخاصة النساء اللي ما عندهم يعني أماكن يعرضون بضاعتهم ويعرضون نشاطاتهم يعني. والحمد لله يعني كان بازار يعني ناجح، وشجع هواية نساء أن يبدعون يعني. مثل ما تشوف الأغراض اللي موجودة هنا من أجمل الأعمال اليدوية، والحمد لله زاد عددنا والناس تشجعنا على الإبداع وتشجعنا على نطور نفسنا بأعمالنا. شاركوا ويانا مجموعة من الفنانين الرسامين، أعمال كروشيل، يعني أعمال متنوعة. طبعا مشاركتي بهالبازار هذا وبشكل عام البازارات أو المهرجانات فينا نسميها، هي كتير تجربة مفيدة لانتشار هالظاهرة الحلوة هاي، لأن في أعمال يدوية ما أنا موجودة بالسوق، هي موجودة بالبيوت يشتغلوها ويعرضوها بالبازارات. هاي ما بيكون عندنا محلات أو معارض، فبتكون هي فرصة لانتشار هاي الأعمال اليدوية الحلوة كتير والنادرة أنه تكون موجودة بالسوق، لأنه مو شغل تجاري، هو شغل يدوي ومتقن وبشكل محترف. وكتير حلو انه يكون في سوق لهيك مواهب، هيك تصريف لهيك مواهب، بشكل انه الاسره تستفاد والمجتمع كله يستفاد.